انا رجال هذا السيد كنت واقف حدا المركز حتى جا عندي تيجري قال لي اخويا راه دخل وسدني السكرو ودابا ملي تنعيطوا لي في التليفون ما تيجاوبناش طلينا تنغوتو ومحمد ومحمد محمد ما جاوبناش اتصلنا بسعادة القيد واتصلنا بالبوليس جاو داروا خدمتهم ولكن خوه من سولتو قلت ليه علاش خوك دار هذا الشيء وعلاش خوك باقي ديك الساعة ما جاو لا بوليس لا حتى شي واحد سولتو قال لي بان خويا راه هذيك الايام ربع ايام باش ولا فيه الاكتئاب والسحر ولا تيهضر على راسو ما تينعس هذا الشيء اللي عرفت اخويا انسان طيب حاجته ماشي ديالو وتيوقف مع الناس وبخير ولكن هاد ربع ايام الاخرى اللي وقعت لي هادشي وتيبيع وشري هو بقى تيبيع وشري هادشي ديال العريم هو اللي غيدير عليا